المعرض بتاع النهارده هو معرض الصور الفائزه في ماراثون الصوره بمصر 2015. ماراثون الصوره هو تقليد دنماركي بيدعو الناس للتفاعل مع المدينه من خلال التصوير. ماراثون الصوره في مصر بدا اول سنه في 2011، وفي 2014 لم يتم تنفيذه، واحنا كبشكاتب اول سنه بننفذه هو 2015. نظمنا الماراثون يوم 28 نوفمبر 2015. كان عندنا عدد مشاركات كبير الحمد لله. الماراثون كان معمول على جزئين، الماراثون الطويل والماراثون القصير. الصور اللي احنا شايفينها في المعرض النهارده هي الجائزه الاولى والثانيه في الماراثون الطويل والجائزه الاولى والثانيه في الماراثون القصير، بالاضافه لافضل الصور اللي اتصورت في كل فكره على يعني في كل فكره لوحدها. في البداية أحب أقول إن إحنا كمعهد دنماركي مصر للحوار إحنا بقالنا 4 سنين بنعمل المشروع ده، مش 4 سنين متتالية، لكن بقالنا 4 سنين بننفذ المشروع. هو مبني على فكرة مستوحاة من الدنمارك وبنحاول ننفذها هنا في مصر.